فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. هذه الفقرة الثانية في هذه الخطبة المباركة، وهو إبطال أمور الجاهلية وأن لا يطالب بالثارات التي كانت في الجاهلية من الأموال الحرام كالربا الذي كان يؤخذ في الجاهلية، فما كان منه في ذمم الناس فإنه باطل ولا تجوز المطالبة به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضعه وبدأ بربا عمه العباس والدماء كذلك، وبدأ بدم ابن ربيعة ابن الحارث من بني هاشم، فلأنه قتل في الجاهلية وهو صغير، وكان هناك عراك بين قبيلتين تضاربوا بالحجارة، فوقع حجر على الطفل وهو يحبو فقتله، فالرسول صلى الله عليه وسلم أهدر دمه والمطالبة به لأنه من أمور الجاهلية. وأما في بعد الإسلام فإن الدماء يطالب بها إذا سفكت بغير حق. نعم. قال: ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته خذيل. من دمائنا يعني من دماء أقاربه عليه الصلاة والسلام. نعم. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. وربا الجاهلية موضوع، الربا حرم الله الربا، وهو على نوعين: ربا الجاهلية وربا الفضل. ربا الجاهلية هو النسيئة، هو ربا النسيئة، وذلك بأن يكون له الدين على إنسان فيعسر المدين بالسداد فيضاعف عليه الدين ويؤجله مرة ثانية، وإذا حل إما أن يربي وإما أن يسدد حتى يتضاعف الدين في ذمة الإنسان ولم يستفد شيئا، ما استفاد شيئا، وإنما تضاعف الدين في ذمته بغير حق. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فلكم رؤوس أموالكم، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم. أسأل الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم: هذا ربا النسيئة. وربا الفضل جاءت السنة النبوية بتحريمه، فنهى صلى الله عليه وسلم عن الزيادة في ستة أشياء: البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والزبيب بالزبيب، والملح نعم، والذهب بالذهب. نهى صلى الله عليه وسلم عن الربا في ستة أشياء: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، ويقاس عليها ما شاركها في العلة التي من أجلها حرم الربا فيها، فهذا يسمى ربا الفضل، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، أو هو الإجماع على تحريمه، وهو داخل في عموم قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فهو داخل في عموم الربا.